تعد المنحة الدراسية أفضل وسيلة لتغطية مصاريف التعليم بما في ذلك التكاليف الدراسية والمواد والكتب الدراسية، وكذلك بتخفيض الأعباء المادية عن الأهل والطالب. ويمكن للطالب أيضا التركيز بشكل أعمق على دراسته دون حاجته للعمل بدوام جزئي أو الاعتماد على القروض التي تجعله في قلق دائم من المستقبل. وزير العمل يعلن عن المباشرة بإجراءات صرف المنحة الطلابية وبأثر رجعي 6 أشهر. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتبت على صفحتها الرسمية: وزير العمل يعلن المباشرة بإجراءات صرف المنحة الطلابية 6 أشهر بأثر رجعي.